السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما تكونون عبر شاشة قناة عدن الفضائية وفي هذه الليلة المباركة من الشهر الفضيل في برنامج ليالي رمضان نحييكم أجمل تحية وترحيب وكل عام وأنتم والوطن الحبيب بألف خير وعافية على امتداد خارطتنا اليمنية حيكم من جديد أنا سمير السروري ومعي ضيف جديد في هذه الليلة وهو الباش مهندس أكرم المقبول حياك الله أخونا أكرم حياك سلامك بعد الصلاة والسلام على رسول الله <applause> أمسي عليك وأمسي على طاقم جمهورك المفضل وأمسي على كافة أبناء شعبنا اليمني المجيد وأهلا وسهلا فيكم حياك الله سعداء جدا بك الأخ أكرم المقبول طبعا مهندس وفي الحقيقة يعني في هذه الليلة نحن نعتبرها ليلة مميزة لانه الاخ اكرم يعتبر احد الابطال الذين شاركوا بفاعليه في جبهه القتال وكان احد المقاومين، سنتعرف الان اكثر عن تفاصيل انضمامه مع المقاومه مع ابطال قواتنا المسلحه، وايضا لا نخفيكم انه اصيب بجراح وتاثر في هذه الحرب العبثيه التي اشعلتها الميليشيات الحوثيه، اصيب في هذا المكان وايضا يعتبر كان احد جرحى الحرب والحمد لله اليوم تماثل للشفاء بفضل الله عز وجل وفي هذه الليله المباركه في الشهر الكريم سنتعرف عنه اكثر. آه يعني فرصة طيبة باش مهندس أكرم كونك خريج آه حاسوب في مدينة المحويت طبعا المحويت عزيزة وغالية علينا وفرصة أنه الأخ أكرم من محافظة المحويت آه نتعرف كثير عن تفاصيل هذه المدينة الجميلة عبركم عرفنا عن نفسك في البداية آه أهلا وسهلا أخي الكريم آه يشرفني آه الحضور معكم آه طبعا تعرف عن يشرفني قبل أن أعرف عن نفسي أشرفني آه أن آه وأحمد الله تعالى أن وضعت في هذه المكانة آه لما للوطن من آه أهمية قصوى نحمد سبحانه وتعالى أن جعلنا في هذا الصف الوطني. الحمد لله. آه أعرف عن نفسي آه بشمهندس أكرم أحمد صالح مقبول محافظة المحويت آه أحد شباب ثورة الشبابية السلمية آه أحد مؤسسي آه مجلس شباب ثورة. آه في مدينتك في المحويت او في صنعاء؟ لا مجلس شباب الثوره بالعاصمه صنعاء ساحه التغيير عضو اتحاد شباب الثوره بمحافظه المحويت آه كانت بدايتي الثوريه من آه من آه من ثاني ايام جمعه الكرامه الذي راح فيها آه اكثر من 57 من خيره ابناء الشباب فكانت آه سبب مقنع للاصطفاف آه يعني الى جانب القضيه الشعبية الذي لابد وأن نضحي ونقدم من أجلها كل غالي ونفيس آه بعد من بعدها آه يعني بعد ما آه تم التوافق على انتخاب رئيس جمهورية آه بالتوافق وبعد جلسات آه واتفاق على مؤتمر حوار وطني شامل آه اتفق فيه كل الفرقاء السياسيين آه عدت لإكمال دراستي ما قدر الوقت حتى أن حصل الانقلاب المشؤوم حتى اضطريت بعدها كنت يعني كنت خريج اضطريت للعمل للعوده للعمل الثوري مجددا. <applause> وذهبت من المحويت الى اي صف حتى انضمت يعني مع المقاومه؟ في الحقيقه كانت كنت اشتغل في صنعاء في محل تجاري مستلم محل تجاري ما ان دخل الحوثيون صنعاء وسيطروا عليها حتى تأثرنا تأثير مباشر خفت عملية الطلب في السوق تضررت حتى أنه يعني خف مدخول التجاري ما يقارب 200% لا حول ولا قوة إلا يعني رجعنا نخرج نصرف على المحل من الداخل من إيجار من <تضح> مشكلة صحيح اضطريت حينها لمغادرة العمل أو تسليم العمل واضطريت للالتحاق بالصف الجمهوري بمدينة مأرب ذهبت <applause> حين... إلى مأرب نعم في بداية 2000 في بداية 2016 بعد أن اعتزلت لمدة تسعة أشهر في البلاد هاربا من صنعاء ومن ذا الوقت من بداية 2016 إلى الآن ونحن في في معركتنا المصيرية من أجل الوطن والمواطن الحمد لله أنت شاركت حقيقه بفاعليه باش مهندس اكرم يعني لابد ان نعرف انت بديت كما ذكرت في بدايه العام 2016 وذهبك الى محافظه مارب اين كانت اصابتك بالضبط في اي جبهه اصابتي كانت في جبهه حرض من منطقه عسكريه المنطقه العسكريه الخامسة. الخامسه نعم منطقه الاقليم اقليم تهامة لانك كونك من ابناء المحويت تنضم تحت اقليم تهامة هي تهام. جبهه ومحور الاقليم جبهتي حرض وميدي في اي جبهه بالضبط يعني؟ جبهه حرض حرض بس في اي مثلا وحده او في اي منطقه تم الاصابه؟ ضمن اللواء 25 ميكا المرابط هناك في الجبهه في على حدود الجمرك القديم لحرض. الاصابه ايش نوعها كانت؟ إصابة شظايا دماغ شظايا ايش؟ أي كاتيوشا او شظايا كاتيوشا نعم كاتيوشا حول صبت فيها وفقدت جزء بسيط من من جمجمه الرسم العظام حول ولا الا بالله الحمد لله على سلامتك يا أه اكرم ما إن شاء الحين اعتقد انا قبل ما ندخل الاستديو شعرت هنا في هذا المكان بانه عندك اشكاليه في هذا المكان بعد يعني تلقيك العلاج اين سافرت يعني على السعوديه الحمد لله لا ما زلت الان في طور العلاج يعني ما زلت الان نعم ايش قال لك الدكاتره ايش اللي ممكن يعملوه في في الجمجمه الان منتظر زراعه زراعه عظام نعم الله يعطيك العافيه ان شاء الله وتتوفق ان شاء الله باذن الله تعالى بهذه العمليه وتكون ناجحه باذن الله امين يا رب الله يعطيك العافيه فقط تاثرك كان في هذا المكان نعم. الشظايا الحمد نعم. لله على كل حال لا سامح الله تجار الحروب ولا سامح الله هذه الجماعه المتمردة التي عثت في الارض الفساد الحمد لله على كل حال ونحن نؤكد لوطننا ونجدد الولاء والعهد لوطننا وشعبنا اننا ما زلنا ما زلنا وسنعود ان شاء الله ولن نتراجع ابدا وسنضحي كل ما نملك وما يعني ما قدمناه ليس بالحسبه ولا انه يشعر بشيء منه ولا بدهق له الحمد لله الله الحمد يقويكم وينصركم ان شاء الله ويحفظك وكما تقول بهذه المعنويات صراحه ترفع معنوياتنا نحن ايضا يعني ان تكون احد الجرحى وبهذه المعنويات القويه باذن الله تعالى ربنا يقويكم وينصركم على اعدائكم آه. وسنكون معكم في هذه الملحمه البطوليه حتى تحرير الوطن شبرا شبرا باش اكرم آه نذهب وياك الان الى المحويت محويت الجمال محوية البساطه التواضع انا اتمنى اني ازورها لكن زرت حجه ولم ندخل الى مدينه المحسن سيكون لنا ان شاء الله زياره اليها ونكون ضيوفكم باذن الله ان شاء الله نترب. الله يعطيك العافية أنا أعظم الشرف يعني هي المحويت دائما نشوفها مسلمة بشكل يعني تبتعد تماما عن أي مشاكل حتى ناسها كرما لطيفين نود أن نعرف عن هذه الأيام يعني في هذا الشهر الفضيل كيف يقضي أبناء المحويت الذين يعتبرون من إقليم تهامة شهرهم الكريم يعني من روحانيات ومن مائدتهم الإفطار وما إلى ذلك يعني اولا ببساطه قبل ندخل في يعني اجواء رمضانيه لمن لا يعرف المحويت <applause> نقول المحويت محافظه من محافظات الجمهوريه اليمنيه مديريات تسع مد... ثمان مديريات أه. عاصمتها مدينة المحويت مناخها يتوزع ما بين جبلية يعني التضاريس ما بين جبلية أه. و... وتهمية فتجد تضاريس الجبلية باردة شتاء منعد... متع... يعني معتدل صيفا بالعكس يعني في الصحراوي التهامي فهي حر شديد صيفا الصيف. معتدل الشتاء يعني فيها تنوع جميل يعني التضريسي التضريسي نعم رهيب. فهي مدينة السلام ومدينة الحب وهي المحافظة يعني لا شك المحببة إلى قلوبنا نعم وإحنا نحبها وشرفتنا اليوم من المحويت حياك الله يا أكرم الشرف لنا الله يعطيك نعم. العافية ننتقل الآن إلى الجواء الروحانية يعني كيف يبدأ أبناء المحويت يومهم في الفجر حتى بعد صلاة التراويح في الجانب الروحاني والتعبد والتقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل حقيقة رمضان يعني أمني يظل انتظاره لمدة 11 شهرا سبحان حتى الله. يصل فما أن يبدأ شروق أو غروب شمس شعبان آخرين في شعبان حتى نجد يعني أجواء فرائحية واضحة على ابنها يعبر عنها كبارها وصغارها من خلال اشعال النيران والزيان من خلال التكبيرات من خلال الزيارات من خلال احياء يعني التراث الشعبي الليلي كتجمعات كالزيارات ما تظهر شمس رمضان حتى يعني تكون اجواء رمضانيه بحته ف او الغالبيه القصوى يفضل العمل صباحا العمل يذهب الصباح العمل حتى الساعه 10 ومن ثم يرجع الى العوده يكمل وقته في النوم حتى صلاه الظهر فيقوم يصلي الظهر فيعود اليها مجددا العصر العصر ينطلق ايضا مرحله جديده في رمضان فتجد الزيارات تجد الـ الاجتماعات تجد يعني العاب الاطفال وصياحهم تجد يعني تعيش انا أتعيش ايام غير ايام لا. حقيقه تجد في رمضان يعني قد يجمع ما فرق ما تفرق قبل رمضان من ألفة من ود واحترام وزيارات هناك خلافات قد تنشأ في الأيام العادية يجي رمضان هو الذي يقرب بينها من خلال زياراتهم، من خلال اجتماعاتهم، من خلال مورثهم موروثهم الشعبي الحقيقي. جميل جدا باش مهندس اكرم المقبول سنتحدث ايضا عن الجانب الزراعي ويعني الاجواء التضاريسيه في مدينه المحويت نعرفها اكثر ولكن بعد هذا الفصل القصير استسمح منك اخونا اكرم وشكر أكرم فصل قصير ونعود مع اكرم المقبول باش مهندس من ابناء مدينه المحويت في ليالي رمضان ابقوا معنا. نعود من جديد مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل في ليالي رمضان ومعنا ضيفنا من مدينه المحويت هذه المحافظه الجميله المسالمه ومعنا مهندس اكرم المقبول حياك الله من جديد اهلا وسهلا فيك يا أهلا فيك آه نحن تحدثنا قبل الفاصل عن الاجواء الروحانيه اللي يعيشها ابناء محافظه المحويت الان نود ان نعرف عن الزراعه المنطقه ذكرت انها يعني صيفا حاره وتعتبر تهاميه وكذلك تضاريس جبليه تعتبر بارده الشتاء. نود ان نعرف عن الجانب الزراعي اعتقد ان المحويت متميزه ايضا في الجانب الزراعي والرعايه رعاية المواشي آه نعم في الحقيقة مدينة محويت آه مثل ما تفضلت وقدمت مدينة زراعية آه فتجدها في رمضان جو معتدل عادة آه أيام ممطرة تحصل فيها الزراعة ونشوة الزراعة في شهر رمضان فتحصل فيها آه زراعة الذرة والشام زراعة آه ايضا زراعة الخاصه برمضان كال الخضره الخاصه برمضان كالفجل <applause> وال استعدادا لرمضان والكرث والهذا فجوها جو رائع معتدل جميل حيث ان نهرها ليس بالحار فيستطيع ابن المحويت ان يمارس اعماله بكل الرياحيه خلال رمضان اثناء صيامه وفي الليل كذلك تحصل يعني الجو ليس بالبارد وإنما جو معتدل يأخذ فيه النفس الراحة جميل والمائدة اليوم إيش تعشيته يعني طبعا <تصفيق> <تصفيق> تلعب على آه. آه. مائدة المحويت طبعا أكيد المائدة المفضلة يعني خاصة هي مائدة يعني المولودة من رحم المحويت هي اللحوح اللحوح نعم جميل ك... جدا هذه اللحوح رائعة أنت مع... تتميز الآن كل ما نشوف أي محويت نقول له إيش آه أخبار اللحوح يعني دائما فهي متميزة فعلا باللحوح واللحوح المحويت يعتبر هو الطب يعني صح؟ نعم حتى ولو لم تكن يعني آه آه كما كانت <applause> إلا أنه تجد بعض الـ يعني أكثر وأغلب الأسر في المحويت محافظة على تراثها فتجد بعض الأسر قد تفرط تفرط في صناعه اللحوم هذا في الايام العاديه، لكنها في رمضان وجبه اساسيه ورسميه. اغلب المنازل آه يعني اكتفاء ذاتي. نعم مهم جدا. قد <applause> يكون هناك تصدير ايضا للجيران لهذا فعلا رمضان هو شهر يعني شهر الاخاء وشهر هذا، فما تحصل يعني شيء موجود عندك مو موجود عند جارك. صحيح. يعني الطبيعه القرويه هكذا. يعني ما ممكن ان أنا يكون عندي شيء ما في موجود عند خاصه في شهر رمضان الاهل يعني موجودين في المحويت؟ آه الاهل ما تخرجوا من المحوي بسبب, آه أيوة بسبب الوضع مثلا ايوه قادر المحويت بسبب الوضع ولا ما بلغهم طبعاً. التحية والسلام عبر شاشه قناه عدن الفضائي نقول لهم كل عام وانتم بالف خير طبعا فيه. كل حبي واحترامي لهم الله وتحياتي آه كذلك فضلهم كبير ان شاء الله وكانوا الدافع الاكبر آه لدفعي آه الى الصف الوطني ونعم جميل والى الصف الوطني الان نود ان نتحدث عن الجبهات في هذه اللحظات، شهر رمضان شهر فيه انتصارات عظام بفضل الله عز وجل، الابطال متواجدين في الثغور، في السهول، في الجبال، في كل مكان، يعني محافظين عن هوية وعروبة بلادنا الحبيبه والمنطقه بشكل عام، في الحدود متواجدين، في المدن، في كل الجبهات، حاضرين بقوه في هذا الشهر، تواصلك الان مع زملائك المقاتلين في الجبهات، صف لنا كيف هي اجواء المعارك تسير اليوم وكيف هو رمضان في الجبهات. رمضان في الجبهه احلى واروع انت اكيد قضيت رم... إحدى نعم. رمضان في الجبهة صح ثلاث رمضان ثلاث جبهه موجود في الجبهه كيف كنتم تقضوا رمضان؟ رمضان رمضان اروع واحلى بحيث يعني آه انك ترمض آه مع اخوك ممكن اخوك ما تاخذ معك ما تاخذ معه يعني معه نفس النفس ونفس الراحه ونفس هذا لان هذا مربوط بحياتك زميلك زميلك وجنبك في في نفقك في خندقك هو ملازمك اكثر من اخوك فمن الضروري ان تكون الالفه والمحبه اكثر وارتباط اكثر آه طبعا تكون هناك نشوه ورغبه طبعا لان شهر رمضان شهر الفتوحات وشهر الانتصارات فتحصل الجند الان في استعداد كامل ورغبه يعني حيه لديهم في التحرير في التقدم في يعني الصد والمطر الوضع، ما شاء الله الله يحفظهم ويقويهم وينصرهم تحيه لكل الابطال المقاتلين الاشاوس الغر الميامين في كل جبهات القتال من قناه عدن الفضائيه وفي برنامج رمضان كلكم لكم كل عام وانتم بالف خير وعافيه ومزيد من الانتصارات والله يحميكم وينصركم ان شاء الله والرحمه للشهداء والخلود لهم وايضا الشفاء العاجل لكل الجرحى والحريه ايضا لاسرانا ومعتقلين نعم والحريه للاسرى والمعتقلين رساله مهمه جدا عبرك باش مهندس اكرم يعني كونك خريج حاسوب وانت ما شاء الله شاب مفعم بالحيويه والنشاط من ابناء المحويت في الجبهات يعني مستقبلا ايش الافكار الطموحات اللي في بال الاخ العزيز اكرم؟ الطموح تمني اولا يعني ان ارى بلادي وطني في كامل عزها ونشوتها وانتصاراتها يا رب تتمتع بسياستها بحريتها لا, لا تبعيتها ايضا نعم نعم اما بالنسبه لي ف يعني ان شاء الله بعد الانتصار بعد الانتصار نامل آه يعني ان أنصف كل ذي حق حقه. ان شاء الله تعالى. فنجد نامل ان شاء الله ان نجد حقنا. باذن الله تعالى. ان شاء الله ستجدوا باذنه تعالى و... وتكونوا حاضرين بقوه في المرحله القادمه لمرحله الشباب. ان شاء الله, الله طبعا مهما اعادتنا مهما فنحن آه قادرين على مواصله المسير ومواصله النضال ومواصله التحرر. وما بعد التحرر ايضا فاعادتنا لن توقفنا ابدا. جيد باش مهندس اكرم يعني صف لنا بعض المواقف التي يعني واجهتك في الجبهات واهمها وابرزها يعني. ابرزها يعني أ... يعني كمواقف بطوليه أذكر... تعتبر خاصه بالباش مهندس ورفقائك اللي كانوا معك في الجبهه. لا اذكر المواقف عديده اصلا ما شاء الله و... نعم. ولسه مستعد لها. لكن اذكر حاله التفاف مره حصلت علينا وواجهنا اما الموت او الاستسلام وبفضل الله تعالى في محور حرض كانت نعم وبفضل الله تعالى ومنه وكرمه يعني اوجد لنا خير ثالث وهو خير الانسحاب والحمد لله سبحانه وتعالى ولكن ما مكثنا ولا ظلينا يعني ساعات حتى استعدنا ما كنا عليه بل وتقدمنا عليه تحيه لك ولرفقائك ايضا اللي كانوا معك في هذه يعني المهمه القتاليه واللي انتصرتم فيها الحمد لله والرحمه لها. للشهداء رحمه الله على كل شيء فمنهم اعتقد اثنين او ثلاثه قد استشهدوا قضى نحبه رحمه الله عليهم نعاهد الله ونعاهدهم ان يعني ان ان نسير في نفس طريقهم باذن الله تعالى يحفظك الله اكرم يعني وقت الاصابه الله يعطيك العافيه صف لنا المشهد نفسه يعني وقت اصابتكم طبعا أنا كنت مسؤول إمداد كتيبة، مه. فكنا نستلم إمداد تمويل الكتيبة الظهر غدا استلمنا فحملت الطقم تحركت في على الموقع كان في منطقة من يعني منطقة من الخط مكشوف مه. مو الموقع منطقة من الخط إلى الموقع يعني كانت الطريق كتبة. المؤدي إلى الموقع أيوه نعم. كانت كتبة مه. فكان يرصد فيه أطقم مدرعة تجي التدريعة حق العيار فوق كان العدو يرصد يرصد و... مرينا منها وقت الظهر مرينا منها عدد عديناها فالراصد راصد العدو يعني أدى مهمته رصد المسافة من المكان المكشوف حتى مكان الموقع مه. ما إن وقفت بالطق حتى جت القذيفة أحس نفسي في الدور الله. يمكن الثاني والثالث لا إله إلا الله طرحت عليها بعدين ما شاهدت شيء الى الثاني يوم. في اغماء يعني كنت دخلت في حاله اغماء والحمد لله. وبعدين لفين تم اسعافك بعدها؟ تم دلوقتي. اسعافي الى اول نقطه في مستشفى حرض. لاجراء يعني اسعافات اوليه. اسعافات اوليه ومن ثم الى مستشفى صمته، ثم نقلي الى مستشفى ملك فهد ملك فهد في جيزان. في جيزان، بعدها تم نقلك الى بعدها بعد استراحه بعد اطمئنان وبعد يعني استقرار الحاله يعني هم عليك وعرفوا انه في اشكاليه أيوه في الجمجمه بعد استقرار الحاله وكذا ويعني وظهر انه لا خوف تم نقلي الى مدينه جده مدينه جده وين تم اجراء العمليات؟ في جده؟ لا العمليه تمت في مستشفى اللكفات ولكن ان شاء الله سنكمل العلاج في مدينه جده باذن الله تعالى نعم يعني اقصد الان في هذه الفتره يعني الان فقط علاجات هي هم؟ نعم وبعدها تستكمل ان شاء الله العمليات تستكمل ان شاء الله و... في في الجانب الاهتمام بالجرحة ما جرحى يعني كيف رايتم الاهتمام بالجرحة يعني الاهتمام بالجرحة يعني اقدر اقول لك انه ال... يعني في تقصير في تقصير ولكن قد يكون انه يعني خارج عن الاراده تقصير الجرح ما يعني ما يحصل ما يحصل يعني ما يجبر كسره او يجبر بخاطره ولكن يعني يعني انا اعتقد انه اخي اكرم تضحيه الجسام ويعني كفنه في يده ويقدم روحه فداء لهذا الوطن تلقائي يعني لابد ان يكون هناك يعني اهتمام بالغ صراحه يعني ما في شيء نعم مبرر انا اقول لكن تقارن بتضحيته نعم ولكن يعني الحمد لله الاعتناء موجود هذا لكن في شيء من التقصير قد يكون خارج عن يعني خارج عن الامكانيات جيد، ما هي رسالتكم إلى المقصرين مثلا أو المعنيين في هذا الجانب وفي ملف الجرحى والشهداء؟ رسالتنا إن كانت هناك من إمكانيات يعني تعالج إشكاليتنا فأنا أقول حق الجريح بيكون عظيم عليك، ومردوده سيء عليك إن إيه لم تقم بالواجب في حدود إمكانياتك وحدود صلاحيتك فأنت موجود في هذا الموضع الموقع إلا لخدمة الجريح. والجريح صح. هو من اوجدك في هذا الموقع فاتق الله في حق الجريح. كلام رساله واضحه، اذا رساله اخرى ايضا في ختام هذا اللقاء الجميل الشيق معك الى رفقائك وزملائك واخوانك المتواجدين اليوم المرابطين في كل جبهات القتال على يعني عموم محافظات اليمن. رسالتي الى والدي ووالدتي واخواني ولام اليمن باننا ما زلنا بخير. وقادرين على الانتصار رسالتي لزملائي بأننا ما زلنا على العهد ونحن ننتظر بفارق الصبر استكمال آه مرحلتنا العلاجية لنعود إليكم الله. مجددا. الله يعطيك العافيه ويبارك فيك، الباشمهندس أكرم المقبول سعيد جدا بلقائك اليوم في ليالي رمضان في هذا الشهر الكريم، كل عام وأنت بصحة وسلامة وعافية بإذن الله. أهلاً وسهلاً فيك تشرفنا بالحضور. عظيم الشرف حفظك الله. مشاهدينا الكرام في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر الفضيل، سعدت كثيراً بلقاء أحد أبناء محافظة المحويت الذي جرحك في جبهات القتال وكان أحد الشباب المناظرين رغم أنه خريج حاسوب في الجامعة، وسبحان الله أبى إلا أن يشارك إخوانه في الملحمة. وطولية لتحرير الوطن وجرح ولكن الان بهذه المعنويه المرتفعه الذي ذكر في ختام هذا اللقاء انه سيعود بعد استكمال العلاج الى جبهه القتال حتى يتم تحرير الوطن براثن الجماعات المتمرده اتمنى لكم دائما عيش رغد مشاهدينا الكرام وابناء الشعب اليمني العظيم في هذا في نهايه هذه الحلقه شكرا لكم طيب وكرم المتابعه ودمتم في خير الى اللقاء